طبعا كل طلاب الثانويه العامه اللي خلاص خلصوا الامتحانات بيستعدوا دلوقتي لمرحله بقى التقديم في الكليات والتنسيق. احنا النهارده هيكون معانا في الحلقه ضيفنا الاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. مستنيين حضراتكم تبعتوا لنا على صفحه البرنامج وصفحه القناه الاولى، صفحه برنامج التاسعه على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحه القناه الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي كل الاسئله اللي انتم محتاجين توجهوها لاستاذنا السيد عطا عن القبول في الكليات والكليات الجديدة اللي هتكون موجودة في التنسيق، ويعني كل التفاصيل اللي تهمكم علشان نقدم في الكليات السنة دي إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس اللي مخلصة امتحانات ثانوية عامة، واستمتعوا بالأجازة وربنا إن شاء الله يكرمكم بتحقيق أحلامكم من خلال التعليم بإذن الله داخل الجامعات اللي بتحلموا بيها بإذن الله. دلوقتي نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويمكن قرينا أعتقد كلنا مسألة العلاج اللي تم يعني إيجاده لمرض البهاق، ويمكن كلنا عارفين أنه مرض البهاق هو مرض مناعي أو بيجي من خلل جيني يعني في الجهاز المناعي، لا هو مرض معدي ولا هو مرض مميت، لكن مرض بيصيب تقريبا يعني من 1 لـ 2% للناس في العالم. الحقيقة أنه اللي بيحصل ده والكريم الجديد اللي تم يعني إيجاده لهذا المرض ده يعني يعتبر علاج بيقدم لأول مرة في العالم، وأعتقد أنه يعني في ملايين حوالين العالم يعني كانوا في حاجة إلى هذا الدواء وكانوا في انتظار. تم اختبار الدواء ده، ويعني الموضوع دي يعني بيستخدم كعلاج للبشرة اللي بيطلع عليها البقع الخاصة بالبهاء والتصبغات اللي بتحصل في الجلد. كان هناك طبعا تجارب سريرية لهذا الكريم، واحنا بنتكلم على انه اكتر من 600 راجل وست اتحط عليهم هذا الكريم، لكن اعمارهم فوق 12 سنة. هنتكلم اكتر بالتفصيل عن الكريم ده وهو مثلا مؤثر في كل انواع البهاء، لانه في اكتر من نوع، وكمان اسعاره ايه وكل الكلام ده. هنضم لنا على التليفون دكتور محمد الامبابي استشاري الامراض الجلدية. مساء الخير عليك يا دكتور محمد، ولو تقول لنا الكريم الجديد اللي تم إيجاده لعلاج مرض البهاء، هو الكريم هيعالج البقع اللي موجوده على الجلد، لكن على حد معلوماتي انه لازم كمان يتم علاج الخلل الجيني ده. مساء الخير يا دكتور، حضرتك سمعنا؟ طيب دكتور محمد، يعني نحاول تاني نعاود الاتصال بدكتور محمد. كنت بتكلم مع حضراتكم على انه الكريم ده هيتم وضعه على الجلد، وانه التجارب السريريه اللي اتعملت اثبتت نجاح الكريم ده، تقريبا في تحسن بنسبه يعني 30% على اللي تلقوا هذا اللقاح او هذا الكريم على جلدهم، بعد 24 اسبوع لقوا تحسن بنسبه يعني 30%. في ناس كتير متعايشة مع مسألة البهاق، ويمكن كان عندنا يعني حملات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيها مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيها فنانين كمان من كل يمكن بلاد العالم على مسألة البهاق، وازاي يعني انه لازم نتقبل اي اختلاف في بعض دون اي تنمر ودون اي يعني ألفاظ ممكن تكون جارحة أو تكون تأذي الشخص ده. زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو لا مرض معدي ولا هو مرض مميت. في ناس متعايشة معاه، وفي ناس عندها الإمكانية إنها تقدر تجيب العلاج ده، لأنه يعني هو في الآخر هيكون علاج، لحد دلوقتي هو علاج غالي، لأنه هو بيدخل تحت يعني العلاجات التجميلية. الكريم ده مش هيكون رخيص لحد دلوقتي. إحنا بنتكلم على نسبة البهاء في مصر 1.5%، وعالميا احنا بنتكلم عن نسبه بهاء من 1% ل 2% اصابه بهاء، لكن العلاج طفره كبيره في المجال الطبي، يعني طفره بكل المقاييس طبعا، ويعني كان هناك حاجه ليها. هنحاول ان احنا نوصل تاني لدكتور محمد يكلمنا اكتر بالتفصيل على يعني العلاج الجديد الخاص بمرض البهاء.